السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. معكم عصفور وخيسوس، فيديو جديد الإخوان. الأصدقاء اللي كيسولوني على طيور الزيبرا في المواصلات، واش كاين شي نتيجة ولا لا؟ صراحة الله ما عنديش الزهر أنا مع طيور الزيبرا، ما عرفتش علاش. العش الأول بيضوا لنا 6 البيضات خرجوا خاويين، قلنا ما كاين باس، درنا بزاف ديال الاخطاء، صلحنا هذوك الاخطاء، عاودنا لهم عش جديد، درنا لهم مواد تعشيش جديده، عزلناهم، غطيناهم، درنا معاهم كل شيء، ومع ذلك بيضوا. دابا راه بيضات لينا 9 البيضات، تبارك الله، بلاطو ديال البيض، حطت لينا 9 البيضات، ولكن لحد الساعه الاغلبيه خاوي، ولا راه ما عادش كلهم خاويين. أسيدي ماشي مشكل، شنو هو المشكل اللي وقع لي مع الزيبرا الأصدقاء هاد الأيام؟ هو أن الذكر كينتف الريش ديال الأنثى، وردها قرعها، وقرع ليها قرعها، حيد ليها الريش ديالها من راسها، حيد ليها الريش من الجنيوحات ديالها، ما عرفتش علاش، فهمتيني؟ الذكر ديال الزيبرا شد الأنثى هو يريش باباها، ريش يماها مزيان. أنا غادي نوريها لكم دابا وغادي تشوفوا إذا كاين شي واحد فيكم عنده خبرة في هذا البروبليم هذا أو هذا المشكل هذا، يقول لي شنو هو السبب وشنو هو الحل. أنا ديجا باش نوريكم بعدا، نوريكم فضيحة وقعت. هانتوما الإخوان، راه حنا هنايا عزلتهم، عاودت لهم مواد تعشيش جديدة، عاودوا حطوا عش جديد، كلشي بخير. ها انتم الاخوان تبارك الله، ها 1 2 3 4 5 9 البيضات الاصدقاء، 9 البيضات كلهم خاويين عاوتاني. واش هادي كتخرج لينا يا البيض خاوي؟ اسيدي ماشي هذا هو المشكل، المشكل الاصدقاء هو هذا. شوف كيفاش رجعها الاخوان، شوف انتوا مسكينه كيفاش رجعت، وريشها كامله، شوف كينتف ليها الريش ديالها من راسها ومن جناوحها، وكاع عراها مسخوط الوالدين. هذا هاد الذكر هذا سوفاج، شتي كي داير ليها الاصدقاء؟ ريشها مزيان، وماشي كيضربها، هو ما كيضربهاش، ماشي كيجرحها ولا كيضرب، لا كياخذ ليها الريش ديالها، وهانيه ما كاينش المشكل، هي ما عندهاش المشكل، ولكن هو كاين عنده شي مشكل، خصنا نعرفوا السبب الاصدقاء. كما شفتوا الاخوان، الذكر حسن ليها بلا ما ريشها، حي كينتف الريش ديال الانثى. ملي جيت نقلب على شنو هو السبب، شنو هما الاسباب ديال هاد الظاهره هادي، لقيت بان كاين بزاف الاسباب. اول سبب هو الذكر عنده نقص في الكالسيوم، عنده نقص حاد في الكالسيوم، فاش كيكون واحد فيهم عنده نقص في الكالسيوم كينتف الريش ديال الاخر، بروبليم. واخا حط لهم انايا عظم السيبيه، صراحه الله عظم السيبيه راه ماشي مصدر 100% ديال الكالسيوم، كيخصك ضروري تقدم لهم الكالسيوم، سواء مكمل ديال الكالسيوم كيبحال كالسيليكس ولا كيبحال هذا كالسي ماكس، هذا محلول، هذا مكمل ديال الكالسيوم. السيبيا ما قدرتش معاه حتى شي حاجه، هذا سبب. السبب الثاني الاخوان هو طائر الزيبرا كتجيه واحد العصبيه، كيولي عصبي وكيبدا ينتف الريش ديال كينتفوا الريش ديال بعضياتو، هذا مشكل. الى شي واحد فيكم طرا ليه نفس المشكل يقول لي شنو هو الحل اللي دار وشنو هو السبب. انا ما انا الزبره ما بغاش يصدقوا لي الاصدقاء، ما بغاش يصدقوا لي، كيبيضوا وما كينفقش البيض، مشكل خيسوس والله الا مشكل. دابا انا غادي نعطيهم هذا المكمل هذا ديال الكالسيوم، ونصبر واحد الاسبوع نشوف كيفاش غادي تولي الحاله ديال الانثى، واش هذيك الانثى غادي ينوض ليها الريش ولا غادي تبقى قرعه، الله اعلم. كاين مواد طبيعيه كتحتوي على الكالسيوم، ولكن كاينين بعض الطيور اللي ما كيبغيوش ياكلوا ليك هذوك المواد، كيبحال القشور ديال البيض، كيبحال العظم السيبيه. دابا هو ما تياكلش السيبيه، دابا خصني نعاونو، اذا كنضطروا اننا نلتجئوا لهاد. اش بغيتي؟ اسير اسير. كنضطروا حنايا ماشي حنا بغينا نعطيوهم غير الحاجه الطبيعيه، ولكن كنضطروا في بعض الاحيان اننا نستعملوا المواد الكيماويه مع الاسف. اذا الطريقه ديال التقديم ديال هذا الكالسي ماكس
هو عبارة كما كتشوفوا على سائل من شركة ريد، تاريخ الصلاحية ديما طولي البال 2023. هذا المنتوج هذا خديته من عند الاخ مروان، شكرا خويا مروان، عطاني هذا المنتوج، عطاني بزاف ديال المكملات والفيتامينات حتى نوريهم لكم في فيديوهات اخرين ان شاء الله. هذا المنتوج كيف غادي نقدموه للاصدقاء؟ غادي نديرو 1 مليليتر في المشربه، 1 مليليتر في المشربه ديال الماء. هما المشربات الاصدقاء خويتهم كاملين وعقمتهم وغسلتهم السير عقمتهم وغسلتهم الاصدقاء، ضروري الاخوان من النظافه ديال المشربات والنظافه ديال الاقفاص مره في الاسبوع باش تتفادى المشاكل ديال الفاش والامراض والاسهال. انسى كاين فوا كتكون النظافه كيبعدوا منك المشاكل. كيفاش غادي نعبروها؟ غنعبروها بالحقنه، حقنه راه فيها 1 مليليتر 2 مليليتر 3 مليليتر، غادي نجرو 1 مليليتر وغادي نوضعو لهم في المشربه وغادي نعطيو لهذاك الذكر ديال الزيبره. ريحته زوينه والله العظيم. اذا كنعمروا المشربه ديالنا ديال الزيبره هذه المشربات، كنعمروها عادي وكنوضعو فيها 1 مليليتر اللي هزينا ديال المنتوج كالسي ماكس بحال هكا. من بعد ما وضعنا ليه الكالسيوم في الماء، كاين هذا البرودوي كالسيوم كيتمزج مع الماء كالسي ماكس، وكاين الكالسي لوكس عباره عن مسحوق تقدر انك تمزجو مع البيض او الباطي او اي، فهمتيني، تمزجو ليهم مع البيض وتعطي لهم ياكلو. اذا كانوا الطيور جاك ما تياكلوش البيض، عطيهم الماء، عطيهم المكمل في الماء، لان الماء ضروري غادي يشربوا منه، فهمتي، هكاك غادي يستافدوا الطيور. ثاني مهمه الاصدقاء هي غادي نحاول اننا ننظفوا الاعشاش ديال العش ديال الخيسوسه، خصو يتنظف اسبوع ما نظفتوش توسخ وفيه الزغاليل وفيه الخواسي السامه. وواحد العش اخر جا واحد الانثى وضع 6 البيضات تبارك الله، غادي نحاول انني نظف لها العش حتى هي حيت العش توسخ، غادي نوضع لهم الرمل ديال القطط وغادي نقوم بهذه العمليه هذه حالا. المشكل اللي كاين الاصدقاء هي خيسوسه ما كتبغيش تخرج ليا من العش، وهاد خونا هذا حاضنه، اسمح لنا اخويا الله يحفظك، ما كتبغيش تخرج والعش توسخ وكيخصو ضروري يتنظف. خيسوسه والله لا خرجت لك بواه، مازال عندي واحد الانثى هنايا فهمتيني كتخرج ماشي مشكل، خرج، هي خرجت، سير سير، كنحاول نخلي واحدة تخرج باش ما نزعجوهاش. هذا الاخوان راه هي وضع تبارك الله 6 البيضات ولكن العش توسخ كيخصنا نطفوه ضروري. هي رجعت، خرجي خرجي، ماشي مشكل تحيد لها العش وتنظفو وترجعو، راه وانت ما غاديش تنفر ليك العش فهمتيني، انت يا رجع لها العش ديالها ولا عليك. المهم خليك انت انت الاخره ماشي مشكل، نشوفو هاد اختنا هادي واش بتخرج لينا ولا لا. صافي هي خرجت، واخيرا واخيرا انتما اللهم بارك، الزغاليل جاونا غادي تيكبروا ولكن العش توسخ كيخصو يتنظف ضروري من النظافه الاصدقاء. الا بغيتي السلامه لهاد الفريخات هادو خصك تنظف لهم العش، لانه غادي يتوسخ لهم رجلاتهم يقدروا ياكلوا من الفضلات فهمتيني، ونتفاداو الامراض ونتفاداو المشاكل. انا غادي نظف لهم هاد العشيشه هادي ونرجعوا عاوتاني. قبل ما نظفوا لهم العش الاصدقاء غادي نحطوهم في هاد البلاصه هادي، درت لهم شويه النجاره باش يكونوا سخان، وغادي نمشي نضف لهم العشيشه. هذا هو الخسخس الكبير اللي كنا درنا ليه الخاتم، ها هو تبارك الله شي قداش ولا فيه اللون الاصفر سبحان الله، ها هو الخاتم ديالو باقي راكب ولكن راه توسخ خصنا نضفوه ونقيو. هذا هو الخسخس الكبير باينه فيه الصفر، اطلق مني اطلق. هذا هو الكبير، هذا هو المتوسط الاصدقاء، ها هو هذا هو الثاني، تا هو فيه الصفر، ياه
شوف سبحان الله فاش كيكونوا صغار كيكون المنقار ديالهم اسود، كيكون عندهم هذا المنقار كحل. هذا هو الخسخس الثاني، غادي نحاول اننا نركبوا ليه الخاتم اليوم ان شاء الله. سير اوليدي سير عند خوك، حتى هو فيه الصفر بحال خوه. شوف شوف كيفاش خيزوز، عنده ماركه واحده لون واحد، هذا هو الصغير الاصدقاء، حتى هو فيه الصفر سبحان الله. خيزوز كيولد ديال ولاد الصفرين. اذا الاخوان بعد ما نضفنا لهم العشيشه ديالهم دابا ولات نقيه بخير في سلام، درت لهم شويه النجره لتحت ودرت لهم الرمل تاع القطط ودابا هكا مزيان باش نبقاو محافظين على السلامه ديال الفراخ ديالنا وتكبر في صحه جيده وبخير. اش كدير يا دابا هذوك الصغيورين كيلصقوا في خوهم الكبير سبحان الله كيدفيهم. اجي انت عندك خوك هنايا. إذا الأصدقاء بعد ما نضفنا اليوم العش ديالهم وضعنا اليوم نجارة وضعنا اليوم رمل جديد، غادي نحاول أننا بقى لي واحد الزغلول، واحد الزغلول درت ليه الخاتم، ها هو هذا الزغلول الثاني، ها هو ركبت ليه الخاتم اللهم بارك. سير أوليدي الزغلول الكبير تبارك الله دابا راه عنده تبارك الله شي أسبوعين اللي عنده تقريبا، ها هو دابا اللي كنا ركبنا ليه الخاتم في واحد الفيديو، ها هو باقي ما طاحش. الابناء ديال خيسوس فيهم الصفر كاملين، ولادو كلهم صفرين سبحان الله ما عرفتش علاش. باقي لينا واحد الزغلول هو اللي مازال ما ركبناش ليه الخاتم، هو هذا واخا كيبان ليا مازال صغير ولكن غادي نركب ليه الخاتم الاصدقاء باش تهنا. بالنسبه للخاتم الاصدقاء راه كيدير جوج دراهم 30 ريال، جوج دراهم تشري عرام تشري خاتم زعما ماشي عرام. المقياس ديال الخاتم الباتجي هو 4.0، 4.0 هو مقياس ديال خاتم الباتجي. كناخذوا الطائر او الفرخ الصغير في عمر كيتعدى اسبوع حتى 10 ايام تقريبا، واخا هذا كيبان ليا مازال صغير ولكن ماشي مشكل. الرجل اللي تختار انك دير فيها الخاتم بحال سواء اليمنى او اليسرى، انا كنفضل الرجل اليمنى. طائر البالجي الاصدقاء عنده 4 ديال الاصابع، 4 ديال الصبيعات، 3 الاصابع طوال وواحد الاصبوع قصير، عنده 3 الاصابع طوال وواحد الصبيع قصير. غادي ناخذ هذوك الاصابع الطوال وغادي نجمعوهم وغادي نرجعو الاصبوع القصير نرجعوه للخلف. غادي نجمعوا ليه صبيعاتو غير باللطافه وبالهداوه، راه غير الحيمه عندك طرطق ليه رجليه. وغادي نحاول اننا ندخلوا الخاتم في ثلاثه الاصابع اللي طوال. يلا وليدي يلا يلا. شنو هو الدور الاصدقاء ديال هذا الخاتم؟ هذا الدور ديالو راه هو باش كتحدد العمر ديال الطائر اولا، ثانيا بغيت انك تعرف بالنسبه للناس اللي كيديروا الانتاج في المزارع تبارك الله، كي كل عش او كل زوج كيرقم لهم الابناء ديالهم بواحد الرقم. الله طاح مشى. كل زوج كيرقم لهم الابناء بواحد الرقم تسلسلي، وهكا كيعرف كل طائر كيعرفوا بانه راه ولد الزوج الفلاني. شي اللي كاين يا خشي خشي طائر كيكون هشيش بزاف. بعد ما دخلنا ثلاثة ديال الأصابع كيبقى لنا الأصبع الصغير، الأصبع الصغير غادي نحاول أننا نجروه حتى هو بالأدب. ها هو خرجناه وهكذا غادي نكونوا اننا قمنا بتحجيل الفرخ بهذه الطريقه هذه، صبيعاته كلهم سالمين. كيبقى ليه هنايا الخاتم راه حتى كيكبر شي اللي كاين. بالصحه والراحه هذا كيشبه الخيسوس، هذا ولد مو. يلا سير
اذا بعد ما قمنا بالتنظيف ديال العش وركبنا لهم الخواتيم بثلاثه غادي نرجعوهم لوالديهم باش يقدموا لهم الاكل. بالنسبه للاخوان اللي عندهم فريخات صغار في العش حاول انك تقدم توفر للوالدين ديالهم البيض المسلوق الباطي بحال هذه الاطعمه هذه سهله في الهضم بالنسبه للفراخ الصغيره يعني كتكبرهم دغيا الشيء اللي كاين. وحاول انك يعني انك تقدم مكملات غذائيه للوالدين خصوصا الكالسيوم الاصدقاء. كما شفتوا الماساه اللي وقعت لي مع طيور الزبره هذاك الذكر مسخوط الوالدين نتف هذيك الانثى نتفها ريشها ما عرفتش علاش. انا دابا عطيتو الكالسيوم من دابا اسبوع نشوف واش غادي يعاود ينوض ليها الريش ولا لا الله اعلم. هادشي اللي كاين الاصدقاء كنشكركم على المتابعه شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. اللي عنده شي نصائح اللي عنده شي سؤال يسالني في انستغرام واخا ما كنجاوبش كلشي حيت كاين بزاف ديال الرسائل كنجاوب شويه بشويه. هادشي اللي كاين اصدقاء ما تنساوش دائما الدعم ديالنا باللايك اشترك في القناه وتفعيل التعليقات وعصفور وبارطاج الفيديو مع اصحابك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.